غير مباشر، فاعتقد ان حط بالنسبه لحسن مبارك عادل، انما بالنسبه لحسن لا مش بالشكل ده غير متوقع. يعني هو اذا كان ارضى المجلس العسكري وارضى اللجنه العليا للانتخابات، لكنه لم يرضي شعبه. دستور المحكمه لازم نلتزم به، لازم نحترم القضاء. انا لم نكن متوقع. ليه؟ لان هي بايعه انها تغسليه من الاول. ولا في حد يتحاكم ولا في حد يفتحه ولا في واحد يدين ولا حد حصلت حاجه يعني. فباين ان هي تمثيليه من الاول، وبعدين لقينا شفيق مترشح. فباين ان هي كلها حوار وتمثيليه بيعملوها علينا ويصمرونا كده عشان يبقوا الثوره تبقى ثوره مضاده تطلع خلاص على كل شيء. انا كنت متوقع ان اقل حكم هيتقال على الناس كلها اعدام. ده اقل حكم. حضرتك مع نزول المتظاهرين في ميدان التحرير؟ الطرق السلميه، حريه التعبير، الحق المفروض يكون الناس. لا معطل ولا تسكت. انا مع نزول المتظاهرين في ميدان التحرير للمطالبه بعوده يعني ايه محاكمه قتلة الثوار مرات اخرى. نزول السلم دون احلى دون تجريح برضه. يعني الكلام مع الكلام على الاحكام ساحته المحكمه وساحته فكر المحامي وقلمه وورقته وادواته. انزل واعرف عن عدم الله عن طريق السلم وعدم التخصصين ولوجه طريق قانوني للطعن على الاحكام. ما عندهم متظاهرين التحرير؟ انا معاهم ومش معاهم برضه. انا متفق ان الناس كلها تعترض بطريقه سلميه، وفي نفس الوقت مش مع تعطيل مصلحه البلد. كان ممكن نزول بدل التحرير والناس اللي عماله تنزل بدل التحرير دي بتوقف على بلد استقرار بلد دي عشان مصالح شخصيه ليهم. كل اللي في بدل التحرير كلهم احزاب وحركات وائتلافات. ده الكلام اللي احنا بنقول عليه كذا مره برضه. كلهم واقفين تحت عايزين يعملوا مجلس رئاسي بدل يترأسوا ناس معينه وعايزين يلغوا الموضوع بتاع الرئاسه كله لمصلحتهم هم عشان يجيبوا اللي هم عايزينه يطلعوه يحطوه على الساحه وخلصت القصه. يعني حضرتك مع سعود شفيق؟ سعود ما حضر كورس اللي هيجي لازم يخلص. ده جه على طريق الصندوق لازم يكون يحترم. الناس اللي بتقف في البدايه تحت بتطالب ديمقراطيه، دي ما عندهاش ديمقراطيه، دي عندها ديكتاتوريه، لان هم عايزين المرشح بتاعهم ومعروف مين هو ومين اللي ورا منه، وهو ده اللي عايزينه يطلع على الساحه ويطلعوه على كرسي، وهو ده اللي عايزين يقعده. غير كده لا، ما بيحترموش حد من الشعب. انا المفروض من الاول كنت بطل ان هم ماشيين في التحرير لحد ما يكملوا الثوره. يعملوا مجلس تاني الثوره من التحرير ويطلعوا ايه؟ ان هو بيجيلهم قائد يبقى في الثوره يقولها هو اخيرا اهو. وتيجوا بعد كده ده يقول انا وده يقول لا وده يقول انا كنت فيها وده يقول ما كنتش فيها. وبعد كده ما نعرفش مين اللي كان فيها ومين اللي ما كانش فيها. واللي كان من الاول هو مش عارف ايه معارض دلوقتي بقى هو اللي صاحب الراي، واللي كان بقى اتلخبطت الحكايه رسمت على بعضها. راي حضرتك في تشكيل مجلس رئاسي مدني؟ اعتقد ده كانت الخطوه دي من زمان. الوقت الحالي هيبقى صعب جدا لان احنا البلد مقلوبه. في الوقت الحالي نرتضي باللي احنا اخترناه الحلو او الوحش ونعدل الوحش ماشيين في السكه. شايف ان الثوره هترجع تاني؟ اعتقد ان الثوره رجعت. وانا في رايي حاجه ان احنا نبقى ماشيين بارلل بالتوازي، يعني الثوره شغاله برضه والانتخابات شغاله في نفس الوقت، بحيث ان احنا يعني انا برضه مش مع موضوع مجلس رئاسي انتقالي. تمام؟ رئاسي مدني. رئاسي مدني سوري. لان المجلس الرئاسي مدني تمام؟ الفكره دي طالت بيها بعض الفئات من فتره كبيره جدا في اداره التحرير. وهذه الفكره يعني اعتقد انها بتهدم حق ناس كثيره جدا، خاصه الدكتور محمد مرسي لانه وصل للفاينل مع احمد شفيق. كم من الاول انما هي مؤامره من المجلس العسكري على مصر. مؤامره فظيعه من المجلس العسكري على مصر. واقول للشعب المصري تكاتفوا وتساندوا لنختار رئيس. واوجه ندائي الى المجلس العسكري ان للحريه الحمراء باب بكل يد مدرجه في ضخم. الحريه الحمراء باب بكل يد مدرجه في ضخم. لا مش موافق. ليه مش موافق؟
يلبسوها كمان. يعني ما ينفعش البلد يبقى ليها كذا رئيس، ما ينفعش ان احنا نقعد 5 أو 6 افراد نجتمع كلنا عشان نتكلم في حكم حاجه ونختلف وكل واحد ماشي في مزاجه. لازم يبقى في رئيس للدوله هو اللي يقول ايه اللي يمشي وايه اللي يمشي. راي حضرتك ايه اي تحويل المخلوع الى محاكم دوليه او الاول ان احنا نحاكم امام القضاء المدني وليس القضاء العسكري اللي هو اصلا مبارك كان رجل عسكري من في المقام الاول يعني. فاحنا ارتضينا وعودينا سكات كبيره جدا للقضاء المصري الامر لم يحدث تماما. فاحنا مع القضاء العادل تمام وليس القضاء اللي هو هذا اللي بيلعب مسرحيات تمام. فانا مع القضاء المصري. ده المفروض من الاول اي ثوره لما بتقوم بيبقى لها استثناءات حتى في القضاء بيبقى في الحاله دي محاكم سبب. بس برضه احنا قلنا علشان خلاص خدنا سكه معينه وارتضينا بيها بنكملها للاخر. القضاء ما خلص لسه ده مش حكم نهائي. يعني حضرتك راضي عن الحكم؟ راضي عن الحكم طلع راضي عنه ايا كان. كتير قوي بيقولوا ان المحاكم دي محاكم هزليه، حضرتك شايف؟ انا اربع كده لان هو ما عندناش حاجه ثانيه نحافظ عليها، فاضل القضاء وفاضل الجيش. نخلص عليه ما بقاش بقى. لا احنا اعترفنا بالقانون بس القانون اللي هو المفروض يبقى قانون. المفروض القانون يبقى قانون مش القانون ان هو يوعي فيه ناس يعني ويوعي اللي حصل ده. انا مش شايف انه ده قانون، دي مش هو قانون ولا قانون الطبقه خالص. انا شايفه ان الدنيا كلها ماشيه بالعكس، هم قاعدين بمعنى اصح بيطبقوا بعض.